Vous êtes beau. Oui, je ne crois pas, mais bon. Vous avez été formé où? Rabat. Rabat. Oui. Fille. Avicenne. Si je suis une Mouleuse. Ah oui, bien sûr. En quelle année? J'avais commencé ma résidence en 2008. Oui. C'est une girafe numérisée. On n'a pas besoin هذا الفيلم من ضمن إقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم شتوكا إتباها. اليوم كانت تدشين رسمي ديال مركز تشخيص وعلاج داء السل والأمراض التنفسية اللي تم البناء ديالو في إطار اتفاقية شراكة سياسة المدينة بتكلفة حوالي 3,550,000 درهم فيما يخص البناء وكذلك التجهيزات بتمويل ديال وزارة الصحة مع مساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا المركز جاء لتعزيز العرض الصحي بالإقليم وتقريب وتجويد الخدمات الصحية خاصة فيما يخص معالجة داء السل والأمراض التنفسية، وهو مؤسسة صحية كتدعم المؤسسات الصحية الأولية. هذا المركز مكون من مجموعة ديال الوحدات، أهمها الوحدة ديال الأشعة اللي كتعطي الراديو ديال الجهاز التنفسي ديال المريض، وكذلك وحدة ديال الأبحاث ديال الفحص المجهري الميكروسكوبي، وجينيكسبير اللي هو آخر وحدة ديال تشخيص داء السل، بالإضافة إلى وجود واحد لابليكاسيون انفورماتيك اللي غتجعلنا ان المريض اون فوا يدخل للمركز الصحي كيتعطاه واحد ليدونتيفيون اللي كيبقى تابعو في المسار العلاجي ديالو وفي اي ناحيه من انحاء المغرب. بالاضافه كذلك ان هذا المركز فيه مجموعه ديال الاطر الطبيه، جوج ديال الطبيبات، طبيبه متخصصه في الامراض الصدريه وداء السل وطبيبه ديال الطب العام، بالاضافه الى ثلاثة ديال الممرضين متعددي التخصصات وتقني اللابوراتوار المختبر وتقني الاشعه. قطاع الصحه فهناك مجموعه ديال المشاريع، المشاريع اللي كتهم الشبكه ديال المؤسسات الصحيه الاوليه، منها مجموعه ديال المراكز الصحيه والمستوصفات، منها ما هو تم انجازه كالمركز الصحي ديال انشادن وهو يشتغل، وهناك مركز صحي ديال طاوس ايت عميره، مستوصف ايت عميره، بالاضافه الى مراكز صحيه ومستوصفات بكل من سيدي بيبي وجماعه واتصافا، وكذلك فيما يخص ايميم قرن وترقان توشكا. فيما يخص المستشفى فهناك مؤسسه ديال مساحه النهار اللي تم البناء ديالها وهي في اطار التجهيز وان شاء الله غتشتغل في الايام المقبله، بالاضافه كذلك الى مشروع مهيكل على صعيد المستشفى اللي هو توسيع مصلحه المستعجلات وبناء مصلحه الانعاش اللي غتخفف على المرضى اللي كيمشيو كيتنقلوا الى المستشفى الجهوي باكادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتواجدوا في مركز تشخيص داء السل والجهاز التنفسي اللي شرف على تدشينه السيد وزير الصحه مشكور. هذا المركز هذا اللي غادي يعطي واحد اضافه نوعيه للمنظومه الصحيه بمدينه بيقرة وبالاقليم عموما. كذلك كنبغي نشكر السيد عامل الاقليم اللي شرف على هذا المشروع حتى خرج للوجود في الوقت المناسب لتغطيه جميع حاجيات المرضى بهذا المرض ديال داء السل والجهاز التنفسي، اللي تبارك الله هذا المركز كيتوفر على اليات ويعني جد متطوره، منها الاشعه ومنها السكانير والراديولوجي. واللي مزيان في هذا المركز هذا سي كو يعني لي كونسلطاسيون غيكونوا نيميريك، يعني دخلت لا ديجيتاليزاسيون لهذا المركز هذا، اللي يعني اللي مريض غادي ياخذ لوردونونس ديالو عبر المنظومه ديال
الإلكترونية، وكذلك كاين تعزيز ديال المنظومة الصحية في المدينة، ونتمنوا المزيد إن شاء الله والتألق. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.